أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما تداعيات الهجوم المسلح في إقليم الأحواز جنوبي إيران الذي أسفر عن 29 قتيلا و60 جريحا، والذي استهدف عرضا عسكريا ومنصة احتشد فيها المسؤولون الإيرانيون لمتابعة العرض الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية؟ كيف تفسر اتهامات الحرس الثوري الإيراني لدول خليجية بالوقوف وراء منفذي الهجوم؟ نضع تحت الضوء تداعيات هذا الهجوم على الداخل الإيراني وعلى الصعيد الإقليمي ودلالات توقيت هذا الهجوم أيضا. أرحب بضيوفي من لندن عبر الهاتف الأستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني، وأيضا من أمستردام عبر الهاتف الأستاذ سعد الكعبي الإعلامي الإحوازي. مرحبا بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير بالبداية ثم نبدأ الحوار. بعد الاضطهاد والتمييز العرقي، الأحواز توجه ضربة موجعة لطهران باستهداف الحرس الثوري في أثناء أحد العروض العسكرية وعلى غير ما خطط له من استعراض للقوة. فقد ظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني وهم يختبئون من رصاص المهاجمين بشكل يدل على الخوف والرعب. هجوم الأحواز الذي سقط فيه العشرات من عناصر الحرس الثوري الإيراني بين قتيل وجريح تسبب بضرر بالغ لصورة النظام والحرس الثوري بحسب المحللين. الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار بالتهديد إلى أن ما جرى في الأحواز لن يبقى دون رد، وسيكون الرد ساحقا، موجها التهم كالمعتاد إلى الولايات المتحدة وحلفاؤها، متوعدا إياها بأنه سيجعلها تندم. الحرس الثوري الذي يكفكف دمعه ويلعق جراحه وهو يهدد على لسان مساعد قائده العام يد الله جواني أن الرد سيكون قاصما وأن المهاجمين وما وراءهم سيدفعون الثمن. فهل سيكون هذا الهجوم الموجع لإيران شرارة لبداية الثورة الأحوازية؟ وهل ستنفذ إيران تهديداتها القاسية؟ تساؤلات ستجيب عنها الأحداث القادمة في ملف إيران التي توقد نار الحرب في المنطقة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، لسلط الضوء في هذه الحلقة على ما جرى في الأحواز من هجوم الأحواز إقليم الأحواز جنوبي إيران. هل حان أوان الثورة؟ أرحب مرة أخرى بضيوفي الكرام من لندن الأستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني، ومن أمستردام الأستاذ سعد الكعبي الإعلامي الأحوازي. أبدأ معكم أستاذ حسن راضي، مرحبا بكم. يعني المتحدث أهلا بك أستاذ حسن. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية رمضان شريف اتهم دولتين خليجيتين وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي الهجوم. هذا الهجوم منذ بدايته يعني، وكيف قرأت كيف قرأتم دلالات توقيته؟ حقيقة طبعا التوقيت العملية أيضا والمكان العملية هو في غاية الأهمية، هو الخطورة على النظام الإيراني وأيضا الظرف الحساس، يعني الظرف الحساس التي تمر فيها إيران، يعني من تداعيات خطيرة، يعني إقليمي وتغييرات دولية وعقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ترد الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأيضا يعني السياسية في إيران. جاءت هذه العملية يعني في وقت حساس جدا لتزيد من آلام النظام الإيراني ومن يعني الدائرة التي لحقت بالنظام الإيراني في الفترة الأخيرة على المستوى الإقليمي والدولي والاقتصادي والسياسي. جاءت هذه الضربة قوية وموجعة، لذلك يعني التوقيت حساس جدا، لأنه إيران تحتفل بذكرى يعني أو بإحياء ذكرى الحرب الإيرانية العراقية، يعني هذا المكان جدا مهم وحساس، يعني منطقة الأحواز، منطقة التي ترزح الاحتلال الإيراني وإيران تتبعها والسيطرة على المنطقة، بل على منطقة الأحواز، بل على كثير من بلدان العالم، ولم تتوقع ضربة من مجموعة صغيرة لكن ضربة كبيرة وموجعة، ربما تعتبر نوعية، تعتبرها أكبر ضربة موجعة
للحرس الثوري، حيث أوقعت العشرات من القتلى وأيضا العشرات من الجرحى من قيادات وضباط من الحرس والميليشيات وأيضا الجيش الإيراني. لذلك أنا أعتقد يعني ردود الفعل الإيرانية الكبيرة جدا يعني للتصريحات والتهديدات من تهديد المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل وأيضا أمريكا واستدعاء سفراء وأيضا الاعتقالات التي وصلت إلى الأخبار إنه وصلت إلى المئات ربما 400 معتقل من كل مدن الأحواز. كل هذه الداعيات الإيرانية تعكس مدى قوة هذه الضربة التي وجهت للنظام الإيراني من قبل مجموعة تتكون من 4 نفرات. نعم، ورحب بك أستاذ سعد الكعبي الإعلامي الأحوازي، مرحبا بك. حياك الله أستاذ. أهلا بك أستاذ سعد. يعني مثل ما تحدث الأستاذ حسن راضي، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، نتيجة يعني حتى أن إيران تحتفل بذكرى الحرب الإيرانية العراقية، يعني الكثير من الظروف هيئت لهذا الهجوم وكان لهذا الهجوم أسبابه. يعني أيضا الحرس الثوري توعد بالرد، الرد على من؟ طبعا تحياتي مجددا لك أستاذ العزيز وللسادة المشاهدين. طبعا إجابة على هذا السؤال، من الوهلة الأولى النظام الإيراني وجه أصابع الاتهام إلى مجاميع أحوازية قامت بهذا العمل، واتهمت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذا العمل وأيضا المملكة العربية السعودية والإمارات. ورأينا عدة مسؤولين إيرانيين عدة مسؤولون إيرانيون يتوعدون بالرد السريع والشديد على من دعم مرتكبي هذه العملية. نعم. طبعا ويأتي بهذا السياق تبني داعش لهذه العملية، وهنا أصبح طرفان الآن متهمان بالعمل هذه العملية الهجوم على المعسكر في الأحواز. الرد الإيراني طبعا أنا أعتقد بأن هنالك يأتي من خلال الضغط الحاصل على هذا النظام، والنظام يريد أن يكون ردود طبعا طارت هنالك بعض ردود الأفعال أو من قبل النظام باعتقالات عشرات بل يعني رقم كبير في الأحواز. هنالك أيضا الملفت لهذا الأمر أن ما قبل هذا اليوم قبل هذا العرض العسكري كانت هنالك عدة اعتقالات بعدة مدن أحوازية، كان هنالك حالة من التأمين أو الاعتقالات الاحترازية. دائما احنا ما نشهد وتعودنا على هذا النظام مثل هذه الظروف ومثل هذه المناسبات يأخذ احتياطاته بأعلى مستوى من الناحية الأمنية باعتقالات مكثفة في المنطقة التي ستقام فيه هذه المناسبة. وشهدنا بأن هنالك كثير من الاعتقالات، وقد رصدنا كثير ونشرنا مواقع الأحوازية نشرت أعداد من المعتقلين. لكن تأتي الآن هذه الضربة رغم التأمين مثل هذه الأمور، تأتي الضربة هنا. فبصراحة هذا الأمر العملية النوعية التي تدل على يعني عدة أمور، بأن هنالك اختراق أمني كبير للجهاز الإيراني الأمني، هنالك لربما عدة أطراف مستفيدة طبعا من ضمنهم الأحوازيين، من ضمنهم أطراف خارجية، من ضمنهم حتى هنالك رواية أخرى تدعي بأن حتى هنالك أطراف من نفس النظام هم المستفيدين، بأن هنالك صراع بين القوى الموجودة في إيران وأيضا الهروب من الواقع المرير في الداخل، الضغط الداخل الشارع الإيراني وخصوصا الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران
الضغط الأمني المتوتر في إيران وخصوصا في الأقاليم الساخنة مثل الأحواز والبلوشستان وكردستان وغيرها، بالإضافة إلى هنالك المعارضة الإيرانية، وشهدنا هنالك قبل فترة وجيزة عدة مظاهرات شهدتها جميع تقريبا غالبية المدن الإيرانية، بالإضافة إلى الضغط الدولي واتهام إيران بتمويل الإرهاب العالمي وتدخلاتها في الشان العراقي والسوري واليمني وغيرها من المناطق. واليوم شاهدنا أيضا تحميل الولايات المتحدة تحمل عبر وزير خارجية التصريح قبل قليل، وأعتقد أن قناة الرافدين أيضا نشرت هذا الخبر، بأن يحمل إيران ويرد اتهام إيران بأنها كانت وراء دعم الهجوم في الأحواز. وأيضا نجد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يحمل إيران يعني أنها مصدر للإرهاب العالمي في العالم. كل هذه المعطيات تعطينا أكثر من رواية أستاذي العزيز، لأن لربما يقول قائل بأن إيران هي من خلقت هذه الأمور، هذه العملة لربما لحتى تظهر للعالم بأنها هي أيضا مستهدفة من قبل الإرهاب، وهي أيضا من ضحايا الإرهاب الموجودة، وأن قناعة الغرب أو الولايات المتحدة وغير من الدول بأن إيران هي مصدر الإرهاب، ها هي اليوم إيران تتعرض لإرهاب. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ، وتريد أن تؤكد بأن هي صرحت قبل أن تتبنى الحركات الأحوازية، وإلى الآن لا توجد تبني واضح من قبل الأحوازيين، فقط شاهدنا هنالك تبني من قبل داعش، رغم التبني الصريح من قبل داعش إلا أنها توجه طابع الاتهام للأحوازيين حتى تتهم من خلاله المملكة العربية السعودية، الإمارات وغيرها والولايات المتحدة الأمريكية بأنهم هم يدعمون الإرهاب ضد إيران، ويريدون من خلاله أن يكسبوا أيضا تعاطف الشارع الإيراني بأنهم معرضون للإرهاب، وأيضا من الناحية بأنهم يتهمون، إذا اتهموا السعودية معناته يتهمون الوهابية التي يريدون من خلالها إثارة المشاعر الطائفية في الشارع الإيراني. أستاذ حسن اسمح لي سأعود إليك أستاذ حسن، هناك عدة روايات لربما تستطيع يعني أن نفندها من خلال هذا. سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ سعد الكعبي. أستاذ حسن، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله أستاذ سعد الكعبي من أن هذا ربما يكون فعلا إيرانيا، يعني هذا الهجوم هو إيراني مفتعل من قبل النظام الإيراني من أجل تسليط الضوء على أن إيران أيضا مستهدفة من قبل المجاميع الإرهابية، ردا على ما تقول أو تصرح به الولايات المتحدة باتهامها لإيران بأنها داعمة للإرهاب و يعني داعمة قوية للإرهاب على مدى سنين؟ نعم، حقيقة طبعا هناك يعني ثلاث روايات أو ثلاث سيناريوهات أو يعني ثلاث جهات محتملة التي تقف على هذه العملية. لا شك أن هناك غموض يكتنف العملية ومن يقف وراء هذه العملية، حيث طبعا أول يعني الأطراف الممكن أن تقوم في هذا العمل هم الأحوازيين، حيث المنفذين هم أربعة من الأحواز، من شباب الأحواز، وأسمائهم وكل يعني معروفة حياتهم، وأيضا هم اثنان منهم خريج جامعات، أحدهم مهندس والآخر أيضا حاصل على شهادة البكالوريوس، وأيضا عاطلين عن العمل. هذا يعطينا يعني احتمالية أنه هؤلاء الشباب متعلمين الخريجين اللي عاطلين عن العمل ربما يكون هناك ضغط على هؤلاء، كما هو ضغط موجود على الشارع وعلى كل المجتمعات في داخل إيران أن تقوم بعمل ردة فعل على سياسات النظام الإيراني التي حرمتهم من جميع حقوقهم وفرص الحياة والعمل. فهي كأنه هناك عمليات عسكرية من قبل الأحوازيين ومن قبل أبناء الحكومة الفارسية في بلوشستان في كردستان وفي عمليات عسكرية تستهدف الفرق الدوري وتستهدف الإيرانية والحزب الإيرانية، وهي تعتبر مشروعة
في اطار المعاهدات الدوليه وتعتبر كدفاع عن النفس، لطالما النظام الايراني يمارس الارهاب ضد هذه الشعوب واغلق جميع النوافذ والابواب للعمل السياسي للعمل السلمي المشروع والمطالبه المشروعه. لذلك هذا الاحتمال موجود جدا، وانه لطالما يعني في ايضا الاسابيع والاشهر الماضيه كانت هناك عمليات احوازيه تبنتها المقاومة الأحوازية، إذن هذا الاحتمال وارد وقوي جدا، وأنا من وجهة نظري هو أقوى الاحتمالات، رغم أنه لم تتبنى يعني كتيبة أو مجموعة التي نفذت العملية لم تتبنى هذا العمل، لكن هناك احتمال بأنه هذه المجموعة يعني قتلت، لم تستطيع أن تنسحب سالمة، لذلك لم تستطيع أن تحمل المسؤولية وربما بث ما يمكن بثه من خلال هذا الأمر. الاحتمال الثاني أو السيناريو الثاني أو الرواية الثانية، داعش التي تبنت العملية ولكن يعني كانت في تبنيها، وحتى المقطع الفيلم الذي بثته داعش فيه كثير من المغالطات وكثير من المعلومات الخاطئه ولا تتناسب مع الواقع الزمني والمكان، وحتى الاشخاص الذين ظهروا في المقطع الفيلم او لداعش يعني هم كانوا شخصين يتكلمون العربيه وشخص يتكلم الفارسيه، ومنفذين العملية التي على كما قالت إيران وظهرت صورهم وأسمعهم هم الأربعة عرب من الأحواز ومن مدينة الأحواز بالتحديد، شقيقان وآخران أيضا من مدينة الأحواز، وأيضا أنه يعني في المقطع الذي بثته داعش أنه هؤلاء لا يعلنون انتمائهم لداعش ولا يعلنون عن نيتهم في هذه العملية وفي هذا المكان وفي الزمان، وأيضا داعش قالت عبر موقعها أنه روحاني يتواجد في المعرض العسكري في الأحواز في حين كان روحاني في طهران. إذن هناك مغالطات وإشكاليات كبيرة في تبني داعش، وأنا أعتقد يعني داعش تبنت الموضوع خدمة لإيران وبإعاد من إيران، وإذا أخذنا تاريخ داعش وإيران تاريخ طويل من العلاقات ومن التخادم، نستطيع أن نقول أنه داعش تبنت الموضوع خدمة لإيران من أجل إيران تبرر يعني ادعاءاتها بأنها معرضة البعض. نعم غير ذلك. نعم أستاذ حسن، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ سعد الكعبي، البعض يقول بأن هناك مثل ما تحدث الأستاذ حسن هناك سياسة تخادم ما بين داعش، ما تسمى بداعش، والنظام الإيراني، وصلت لحد وأيضا يعني يتفق معه محللون بأن النفوذ الإيراني قد قوي في العراق وفي سوريا وغيرها من المناطق بسبب وجود أو سياسة التخادم ما بين داعش وما بين إيران. من وجهة نظرك يعني هذه الضربة مثل ما تحدثتم قبل قليل أنها جاءت يعني كضربة نوعية رغم التأمين الذي قام به النظام الإيراني للمنطقة قبل العرض العسكري، وفي كل عام يحصل ذلك، رغم ذلك فهي ضربة نوعية قوية جدا. من وجهة نظرك يعني بناء على هذه المعطيات، هل نتوقع مزيدا من الهجمات ولو أنك يعني تعتبرها أنها مفتعلة؟ هل تتوقع المزيد من الهجمات على الحرس الثوري الإيراني في المستقبل على المدى المنظور؟ طبعا أنا لا أعتقد بأن سيكون هنالك عمل نوعي مثل ما شاهدناه، وأنا أعتقد أن هذا العمل هو عمل لربما يعني أميل إلى أن تبني داعش العملية أقرب من يكون. أنا أختلف مع الأستاذ حسن في عملية الترتيب بأن تكون لربما السيناريو الأول هو الجهة الأحوازية ومن ثم، أنا لا أرى بأن هنالك أي صلة أحوازية، رغم أن المنفذون أحوازيون ولكن ليست وراء هذه العملية جهة أحوازية. وأنا أشوف هنالك أمامنا معطيات حقيقية، هنالك تبني لداعش واضح، هنالك هو من بث مقطع الفيديو للمنفذين قبل عملية التنفيذ، هنالك كل المؤشرات تدل يعني احنا نتكلم يعني ما هو امامنا ملموس، لا اتكلم بما يعني ما وراء الكواليس، ولكن انا ما اشاهده امامي ارى ان طبعا جميع الاحوازيين لربما من عاشوا في الاحواز ودخلوا سجون واعتقالات، وخصوصا استاذي العزيز هنالك بعض المؤثرات التي تميل الى داعش، وانا ساعطيك اياها الان. هنالك من المعتقلين السنه ايران كانت تعتقلهم وتزجهم بالسجون
تجاورهم من يعني وتضعهم في زنازين من أشخاص موجودين ذات الفكر التطرفي لتجنيدهم وارسالهم إلى داعش. وكان هنالك مثل ما تفضلت هنالك تخادم عمية تخادم، وأينما حصل هنالك يعني تعرض إيران لضغوط نجد أن هنالك داعش تظهر من جديد لتخدم إيران في موقفها. وأنا أعتقد بأن عملية داعش الآن في هذا التوقيت وخصوصا في الأحواز وفي هذا الظرف وقبل ذهاب مشاركة روحاني في اجتماعات الأمم المتحدة هو في تحسين وضع وظرف إيران أمام العالم. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا كانت السهم جاهزة للطرف الأحوازي من البداية، ومصر إيران على أن يكون هنالك رغم تبني تنظيم داعش ورغم نفي لربما لا نقول هنالك لأن لا توجد هنالك من يتبنى هذا من الأحوازي إلا هنا إيران تصر لضرب النشاط الأحوازي لضرب المقاومة الأحوازية بنعتها بالإرهاب حتى تتخلص وتضع، لأن تعرفون تماما بأن النشاط الأحوازي يتمركز في أوروبا وتريد أن تحرج المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية بإيوائها بإرهابيين حسب زعمها، لأنها تريد أن تلصق هذا حتى تصرف الأحوازيين بالإرهابيين، وهذه حتى أيضا تتهم الغرب ولربما يردع أنشطة الأحوازيين ضد. فهذه كل الأمور أنا أتصور أستاذي العزيز هنالك عملية تخادم بين داعش وبين النظام الإيراني، وهذا ما شاهدناه في العراق ونشاهده في سوريا أيضا. داعش متى ما حضر داعش يكون دائما الكفة يحاول أن ينقذ إيران من الضغوطات التي تقع فيها. فهذه هي أخي العزيز أتطور من هذا المنطلق ونحن عايشنا، وهنالك كثير ربما لا نستغرب بأن إيران ساهمت بتجنيد كثير من الأحوازيين إلى داعش وزجت بهم إلى عمليات. وأنا أعتقد بأن هذه الاستخبارات الإيران مخترق يخترق قيادة تنظيم داعش. يعني نحن نعرف ان داعش لربما اثباتها يعني معروف بان الاجهزه الاستخبارات الدوليه بجميع اطرافها لربما تدخل في اختراق هذا التنظيم وتستفيد جهه على جهه اخرى في اوقات مختلفه. اذا اسمحوا لي ضيفي الكريمين وايضا مشاهدينا الكرام ان نذهب الى فاصل ثم نعود لنكمل الحوار مره اخرى. أهلا بكم مرة أخرى. نسرة الضوء مشاهدينا الكرام للتذكير في هذه الحلقة على تداعيات الهجوم المسلح في إقليم الأحواز جنوبي إيران الذي أسفر عن 29 قتيلا و60 جريحا والذي استهدف عرضا عسكريا ومنصة احتشد فيها مسؤولون إيرانيون. بالعودة إليكم أستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني، بعض المحللين يرى بأن إيران لطالما عملت على نقل الحرب إلى خارج حدودها في مناطق كالعراق وسوريا والبحرين ولبنان واليمن، لماذا لا نقول نحن أيضا بأن السحر انقلب على الساحر فاتجهت
يعني أطراف إلى نقل هذه الحرب على نفس الطريقة الإيرانية، هل أنتم يعني تتفقون مع هذه الرؤية أم تستبعدونها؟ طبعا أنا اسمح لي أن أستبعد رواية أنه أولا إيران نظام إيراني قام بهذه العمل كما يعني يطرحه البعض، وأيضا أستبعد أنه داعش نظرا للمعلومات التي طرحتها قبل الفاصل والتناقضات فيما طرحته داعش من تبني، وأيضا للتاريخ الطويل من العلاقات بين إيران وبين داعش من جهة أخرى. يعني أنا طبعا وأيضا أنا أعتقد أنه الضربة الموجعة والكبيرة، وهذا أنا أعتقد الجميع يتفق فيه، للحرس الثوري الإيراني، لا يمكن أن يكون النظام الإيراني وراء هذه العملية مهما يكون من مبررات وتداعيات من اعتقالات واتهام ومحاولات إيران لإظهار نفسها ضحية الإرهاب والتباكي في المؤسسات الدولية. أنا أعتقد الضربة وتداعيات الأمنية والعسكرية والسياسية أكبر ما يعني تحاول إيران يعني أن تحصده نتيجة هذه العملية. نعم إيران ستستغل هذه العملية واستغلتها يعني من خلال يعني الاعتقالات الواسعة في الشارع الأحوازي ومن خلال طرحها كضحية الإرهاب، ولكن حجم الضربة التي أذلت الحرس الثوري الإيراني، هذه الأسطورة والإمبراطورية التي تضعها إيران بأنه لا توزن وكبيرة وقوية جدا، أذلت في هذه العملية، حيث يعني أصبح الحرس الثوري يعني الحرس الثوري يساوي حرس المجاري، لطالما اختبأوا جميعهم في المجاري نتيجة الضربة الكبيرة وأصبحوا سخرية للعالم. لا يمكن أن تكون إيران وراء هذا العمل، ولا يمكن أن يكون داعش وراء هذا العمل نظرا لمصالح إيران مع داعش. أنا أعتقد أنه هذه ردود فعل نتيجة لسياسات إيران، نتيجة العنصرية التي تمارسها إيران، نتيجة للعمل واستمرار العمل يعني الشعوب غير الفاسدين ومن الأحوازيين. لا نستبعد أنه يقومون بهكذا عمل بطولي يعني ضد الحرس الثوري وضد، ولطالما أنه إيران وهذه العملية لم تستهدف أبرياء، بأنه إيران لا يمكن أن يعني تستطيع تقول أنه عملية إرهابية، لأنه هدف مشروع، وجميع يعني الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه وكل الدول الكبرى لم تدين هذه العمليه ولم تعتبرها ارهابيه، لان استهدفت الحرس الثوري المصنف ارهابيا في العالم. انا اعتقد طبعا هذه يعني اعتبرها يعني عمل داخلي، عمل يرتبط بردود الفعل والغضب الجماهيري والكبت الموجود في الشارع، وايران حصدت يعني ما زرعته نتيجه سياساتها التي تمارسها في يعني في داخل ايران وخاصه تحقيق الشعوب الفارسيه. ونعتقد يعني هذه الدعاء الايراني وتباكيها لا ينطلي على احد، لا يمكن انه ايران تجعل نفسها من راعي الارهاب الى ضحيه للارهاب، حتى وان حصلت العشرات من هذه العمليات. وانا اتوقع يعني اتوقع انه تكون عمليات من هذا النوع في الشارع الحوازي في المستقبل، او في شارع البلوشي والكردي ولا حتى الاذربيجان، نظرا لانه ايران اغلقت كل نوافذ الحوار والعمل السلمي والمطالب المشروعه وغير ذلك. لذلك انا اعتقد انه ايران يعني طالما هي التي زرعت الارهاب في كل انحاء العالم وتصور نفسها انه غير قادره او انها محميه وتستطيع ان تحمي نفسها من كل الجهات، الان تلقت هذه الضربات من الداخل، وليس انا اعتقد ليس هناك اي دور وتدخل من الجهات الخارجيه في هذه العمليه، ولكن ايران دائما تريد تقول انه ليس لديها اي مشاكل في الداخل، وتتعرض يعني امنها يتعرض امنها وتتعرض ايران الى المؤامرات الخارجيه يعني، وهذا ديدن النظام الايراني. انا اعتقد هذه العمليه لن تكون الاولى ولن تكون الاخيره، وهي تاتي في سياق الاحتجاجات وفي سياق العمليات العسكريه وفي سياق يعني الغضب في الشارع الايراني، وخاصه يعني في شارع الشعوب غير الفارسيه في ايران. أستاذ سعد الكعبي، يعني ليس فقط كما تحدث الأستاذ حسن، وإنما حتى هناك مسؤولون إيرانيون تحدثوا عن أن النظام الإيراني، ومنهم طبعا فائزة المسؤولة فائزة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ابنة الزعيم الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني، اتهمت النظام الإيراني بأنه دمر الإسلام، وقالت بأنه فشلا ذريعا ونتيجة عنصريته وممارساته
التعسفية. يعني هل ألا يعطي ذلك دليلا أكبر على أن ما يجري هو في سياق ردود فعل إيرانية شعبية نتيجة هذا الأسلوب في الحكم سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي الإيراني؟ نعم طبعا نحن يعني عندما نقول أن هذه العملية تبنتها داعش ولم تتبناها، احنا فقط انا اناقش مسألة التبني وليس مسألة التبرير. نعم. للعملية، وهنالك نعرف ان هذا الايران ان النظام الايراني يقمع ويبطش بالشعب الايراني وبالشعوب الغير الفارسية التي من ضمنها الشعب الاحوازي الذي يقمع منذ اكثر من 93 عاما تحت الاحتلال، وهنالك الاعتقالات وهنالك المضايقات الثقافية والسياسية والمذهبية وبكل يعني حتى الجوانب المعيشية. فهذا نحن نعاني كأحواز كعرب من العنصرية الفارسية وطمس هويتنا العربية، وأيضا هنالك من الناحية الطائفية ومن الناحية القومية وجميع هذا، وينطبق أيضا على الشعوب الأخرى من الأكراد وبلوشستان. لا نبرر بأن احنا الآن نناقش مسألة التبني، مسألة داعش هو صرح، ولكن ليس هنالك أي جهة أحوازية صرحت من الناحية الظاهرة الآن، وهنالك نحن نحلل السيناريوهات الموجودة المتاحة أمامنا. أما بالنسبة إلى صحيح هذا النظام يقمع وهنالك كثير من الاعتقالات، وهو وأيضا هو النظام مصنف عالميا بأن إيران تحتل المراكز الأولى بالإعدامات وبالاعتقالات، وهنالك نسبة البطالة أيضا ترتفع إلى بين أوساط الشباب إلى أكثر من 50% في بعض المناطق والمحافظات الإيرانية، وأيضا أعلى نسبة للفساد الإداري، وايضا اعلى نسبه في من ناحيه تعاطي المخدرات، وايضا بكثير وايضا تحت وهنالك ايضا اعلى نسبه بمستوى الفقر في ايران في بعض المناطق تصل الى مستوى نسب عاليه جدا. كل هذه الامور، كل هذه الظروف الذي يعيشها الشعب الايراني والشعوب الغير الفارسيه المضطهده من هذا النظام لربما تكون هنالك أعمال يعني انفجار قريب في الشارع الإيراني، ولكن إيران الآن في بهذا توقيت العملية الآن نعتقد بأن النظام الإيراني سيكون أكثر صرامة وأكثر بطشا وأكثر قساوة من في التعامل مع أي موجة احتجاجية أو تظاهرة أو لربما حتى يريد أن يبرر بأن هنالك الدولة أو النظام يتعرض إلى إرهاب خارجي، والآن أي تحرك سلمي ضد هذا النظام أو يطالب بالخدمات سوف يعرض إلى القمع الشديد وإلى البطش الكبير من قبل هذا النظام. أستاذ حسن راضي، لعل المشروع الإيراني يعني بطبيعة الحال يمول تمويلا ماديا وتمويلا بشريا، وهذا التمويل البشري هو من الداخل الإيراني بطبيعة الحال، بالإضافة إلى من هناك من العوامل المساعدة الموجودة خارج إيران. يعني بهذا التحدي الذي يواجهه النظام الإيراني باستهداف الحرس الثوري الإيراني، يعني ما مدى تأثير ذلك على سير المشروع الإيراني في دول المنطقة في سوريا في العراق وغيرها؟ أظن الصوت غير واضح. نعم. أستاذ حسن، يعني هل من تداعيات على المستوى الخارجي سيترتب ما بعد هذا الهجوم؟ هل ستهتز يعني بمعنى آخر صورة النظام الإيراني تجاه الحرس الثوري الإيراني بعدما قام من عمليات تأمين للمنطقة بعد ذلك اتضح هذا الخرق الأمني على المستوى الخارجي في العراق وسوريا؟ هل سيتأثر النفوذ الإيراني تحديدا؟ هذا السؤال. نعم، يعني إذا يعني هذه العملية كما شاهدنا هي حقيقة يعني صفحة كبيرة جدا،
للحرس الثوري الايراني وادعاءاته، وهي تعتبر خرقا امنيا كبيرا، يعني بمعنى اعطت درسا لكل من يريد يضرب الحرس الثوري والنظام الايراني في مكان وزمان يتمكن ويتمكن من صنع ابعد نقطه. هذا ما وصلت هذه المجموعه الى مكان مهم في الزمان وفي التوقيت المهم، وفيه مسؤولين كبار يعني في المنصه، عضوان من المجلس خبراء القياده اضافه على مندوب خامنئي في الاحواز، وقتلت العشرات من المسؤولين من الحراس. ايضا اذا اخذنا ايضا عن الحرس الثوري في الساحه السوريه، هناك اكثر من 200 غاره من اسرائيل فقط ضد التواجد الايراني وخاصه الحرس الثوري، وايران لم تستطع حمايه نفسها ولا تستطع ان ترد على تلك الهجمات والقطاعات التي تتلقاها بشكل يومي. سمعنا انه فعلا ايران نمر من وراء، نمر ممكن استراقه، هدف سهل لكل من يريد ضرب ايران او للدفاع عن نفسه. فهذه عكست واعطت انطباع يعني تختلف تماما عن ما يدعيه النظام الايراني وعن ما يقول عنه الحرس الثوري، يعني في وجوده وقوته وعرض عضلاته بشكل يومي من صناعه الدعاءه بصناعه الصواريخ وتواجده في كل مكان. اثبتت هذه الضربه الكبيره انه ممكن ضرب الحرس الثوري في اي مكان وزمان، وممكن ضرب النظام الايراني في اي مكان وزمان، واثبتت انه ايران امنيا ضعيفه وممكن مخترقه ربما حتى تفشل. اذا كنا نتحدث عن مجموعه من 4 نفرات استطاعت ان تذل يعني النظام الايراني وحتى الثوري بهذه القوه وبهذه الحجم، فكيف اذا خرجت يعني مجموعات منسقه ومنظمه بشكل اكبر وتواجد النظام الايراني؟ هذه العمليه لم تتبناها منظمه عريقه احوازيه او اي منظمه اخرى، وحتى تبني داعش يعني يساوي الكذبه والدجل يعني التناقضات في التبني وفي الفيلم وفي المعلومات وفي كل شيء، هذا يكشف انه لا داعش ولا النظام الايراني ولا اي جهه، المنظمه عريقه قامت بهذا العمل. المجموعات الصغيره يعني كردود فعل وكغضب وكغاضب على النظام الايراني وقامت بهذا العمل واخترقت النظام بهذه القوه. بل نعم تؤثر هذه العملية على سياسات إيران الداخلية وحتى الخارجية، ويمكن أن تكون درسا وملهمة للعمليات الأخرى كانت في الداخل أو كانت في المنطقة حيث تتواجد القوات الإيرانية. إذن أستاذ سعد الكعبي، النظام الإيراني كما تفضلتم سيكون بحسب توقعاتكم أكثر صرامة وأكثر قساوة بعدما تعرض له من هجوم. هذا الهجوم يعني إلى أي مدى سيؤثر فعلا على النفوذ الإيراني؟ طبعا بالإضافة إلى أخي العزيز، نحن ننتظر، نحن مقبلين أمام يعني حزمة عقوبات ثانية من الولايات المتحدة على النظام الإيراني. نعم. وهذا بالتأكيد سيكون له يعني تأثيره على نفوذ النظام الإيراني، وأيضا لربما يعني تراجع دعمه لربما في للميليشيات الإرهابية في سوريا وفي اليمن، ولربما هو يركز الآن النظام على الوضع العراقي الداخلي، ونحن لربما نشهد لربما النظام يريد أن يخلق صراع جديد في أو لا نقول جديد، ولكن يريد أن يجدد هذا الصراع في المشهد العراقي. أتصور أنه يريد أن تكون مسألة الوضع في العراق بيده تماما، لربما في سوريا خسر واليمن يتراجع، وهنالك حزمة قادمة لربما ستضيق عليه كثيرا، خصوصا إذا أوفت الولايات المتحدة بتعهداتها في أن في شهر نوفمبر ستكون الحزمة الثانية من العقوبات التي إيران يريد ورقة لحتى يساوم ويكون بالمشهد قوي أمام في التفاوض لربما في المستقبل، وهو يعول لربما في الآونة القادمة في الفترة القادمة على
على الدور الأوروبي والموقف الأوروبي ضد تلك العقوبات. وأتصور أن النظام الإيراني هو في تراجع مستمر، الضغط على الشارع الإيراني لربما سينفجر خلال فترة، خصوصا والوضع الاقتصادي جدا مزري داخل إيران. اليوم شهدت نزول قوي بعد الهجمة هذه على النظام الإيراني بالعملة، انحدار شديد، رقم قياسي جديد لانهيار العملة الإيرانية. هنالك تضخم بارتفاع شديد وهو أيضا يسجل أرقاما قياسية جديدة لم تعهده إيران سابقا. كل هذه الظروف أعتقد بأن كلها تأتي ضد هذا النظام وضد يعني معاكسة لمصالحه ونفوذه الخارجي. أستاذ حسن، كيف تنظر إلى مستقبل النظام الإيراني في ظل كل هذه المعطيات التي شرحها الأستاذ سعد الكعبي؟ يعني أنا طبعا مستقبل النظام الإيراني يصير باتجاه تام، نظرا للظروف السيئه الاقتصاديه الاجتماعيه، تراجع الوضع المعيشي، الصراع الداخلي بين التيارات النظام، عدم وجود اي شعبيه او مقبوليه لنظام ايران في الداخل، يعني ايضا تأزم الوضع الايراني الداخلي وعلاقاته مع الاقليم ومع العالم، كل هذه الامور يعني تزرع صوره سوداويه عظيمه امام النظام الايراني. نتوقع احتجاجات تكون كبيره في الشارع الايراني بعد ما تتردد الاوضاع المعيشيه بشكل اكبر جراء العقوبات في المرحله الثانيه الامريكيه التي تشمل النفط، ونعرف جيدا انه الميزانيه يعني تتامل بشكل كبير من قبل عائدات النفط الايراني. انا اعتقد طبعا نعم ستسوء الامور وستسود نحو الاسوء، تسير نحو الاسوء يعني على كل الاصعده. انا اعتقد انه طبعا اذا تحدثنا عن انه النظام الايراني يعسكر المنطقه في الاحواز او في ايران او يجعلها امنيا ويقوم باعتقالات نتيجه هذه الضربه او هذه المبرر، انا اعتقد ان النظام الايراني لا يحتاج الى اي مبرر، والمنطقه الاحوازيه ومناطق الشعوب خاصه في ايران هي مناطق تعتبر امنيه، جعلتها ايران منذ ثلاث سنوات سكنات عسكريه دائما تمر باعتقالات واحتمالات كبيره، وهذه الايام هي ضمن رغم انه ما زادت من قمعها في اليومين الاخيرين ومن اعتقالاتها، لكن اعتقد انه لا تختلف عن الايام والاسابيع والاشهر والسنوات السابقه في النظام الايراني طبيعه قمعيه لا يحتاج الى مبررات وهو يخصص المبررات بشكل دائم. اذا هذه العمليه هي ليس يعني صنيعه النظام لخلق مبررات او غير ذلك، فان هذا النظام لا يحتاج الى مبررات. انا اعتقد طبعا انه يعني القبضه الحديديه يعني التي يتعامل بها النظام الايراني والنظره الامنيه تجاه الشعوب في ايران هي لن في سؤال اخير ولن تجعل الشعوب أستاذ حسن تتراجع عن مطالبها واحتجاجاتها في الايام المقبله. في سؤال اخير اسمح لي ننتقل للاستاذ سعد الكعبي. استاذ سعد، الى اي مدى يعني ممكن القول بانه حان الان الثوره في الاحواز ضد النظام الايراني؟ طبعا كل المؤشرات يعني وخصوصا الاوضاع السيئه ليس فقط الشعب الأحوازي بل كل الأقاليم والمناطق غير الفارسية والفارسية هي بحالة من الاحتقان العالي، ولربما ينفجر الوضع في أي لحظة ما، وخصوصا أن الوضع الاقتصادي وأن إيران لا تستطيع لأي حكومة سواء روحاني أو ما بعد روحاني يستطيع أن ينقذ الموقف إلا بمعجزة يعني لا نعرف كيف. فأنا أتصور أن هذا النظام وصل إلى 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 مرحلة من العجز، وصل إلى نهايته، لا يستطيع أن يلبي أو يضع الحلول للمشاكل الموجودة في الداخل الإيراني، وحتى هنالك إقليميا ودوليا إيران ذات كنظام غير مرغوب فيه، هو يشكل بالنسبة إلى العالم كله هو مصدر للإرهاب
وأيضا الشعب الإيراني سيقول كلمته يعني أنا أتصور في الأشهر القادمة، وخاصة بعد الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية. شكرا لضيفي الكريمين الأستاذ سعد الكعبي الإعلامي الأحوازي، كنت معنا من أمستردام، وشكرا لك أستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا من لندن. مشاهدينا الكرام، في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.